السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة. الجولة بتاعتنا النهاردة والفيديو ده هيكون من عروض بند، عروض بند القوية مقاضي رمضان بدون ضريبة. هنشوف عروض حلوة جدا، عروض 1+1 مجانا، عروض نصف السعر، عروض قوية جدا هذا الأسبوع. ولكن في البداية عايزين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان الذكر اليوم اللي احنا بنقوله دايما، النهاردة هنقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ورداء ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وكمان ما ننساش بقى ندعي لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر يا ربنا أهلنا في فلسطين، واحفظ أهلنا في السودان وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. هنشوف بقى العروض القوية جدا اللي نازلة في بندا، عروض المواد الغذائية الأساسية وعروض حلوة جدا في كل فروع بندا وهايبر بندا. والفيديو الاول المواد الغذائية الأساسية، زي ما احنا شايفين في عروض هنا على عسل اسود مصري. عسل اسود مصري نازل العبوة ب 11.95 ريال، 11.95 ريال. كمان في حلاوة سادة الجميل 14.95 ريال الكيلو، اللي هي معلبة بيعلبوها بالكيلو. وكمان في عروض بقى يا جماعة الزيوت، الزيوت في عروض حلوة جدا. في زيت الذرة، زيت الذرة اللي هو 9 لتر اللي هو عافية بلس، نازل من 120 ل 81 ريال 95 هللة. شايفين كميات كبيرة ما شاء الله، واستعدادات قوية جدا لشهر رمضان المبارك. في كمان هنا مية زمزم، مية زمزم موجودة هنا. هنشوف السعر كام. 5 لتر، 5 لتر هو كان سعر موحد 9.75 ريال. عروض حلوة جدا يا جماعة على الأرز وعلى المواد الغذائية الأساسية اللي هي الزيوت، وعروض قوية جدا، عروض رمضان، منتجات الرمضانية. تابعوا بقى الجولة دي للآخر، هتلاقوا عروض حلوة جدا. يلا بقى بينا نشوف العروض، يلا بينا نشوف العروض القوية في بند هذا الأسبوع. هنشوف يا جماعة عروض الأرز، في عرض حلو جدا على أرز أبو كاس وكميات كبيرة زي ما احنا شايفين. أبو كاس نازل اللي هو 10 كيلو، نازل من 92 ريال ل70 ريال أو 69.95 ريال. أرز أبو كاس. كمان في من العروض اللي نازلة في الأرز، العروض اللي نازلة في الأرز، أرز العائلة. أرز العائلة نازل من 100 ريال ل66 ريال، عرض حلو جدا 66 ريال. أرز العائلة اللي هو العنبر. كمان من عروض الزيوت القوية عرض على شروق العبوة القيمة اللي هو 2 لتر، اللي هو لتر ونص اتنين مع بعضيهم، بدلا من 38 نازل 22 ريال، 22 ريال. وفي عرض على السكر، سكر الأسرة اللي هو 10 كيلو، 10 كيلو سكر الأسرة نازل ب35. سكر الأسرة 5 كيلو، 10 كيلو 35 ريال. في بقى هنا هتلاقوا سكر الأسرة برضو اللي هو 10 كيلو و2 كيلو مجانا، يعني 12 كيلو، برضو نفس السعر يا جماعة، نفس السعر 35 بدلا من 50 ريال. يعني نخلي بالنا في 10 كيلو وفي 12 كيلو، العرض اللي هو 12 كيلو نفس السعر اللي هو 10 كيلو 35 ريال. كمان في عرض على حليب الكرتون اللي هو نادك، حليب الكرتون اللي هو نادك، نازل الكرتون من 72 ل 55 ريال 72 ل 55 ريال.
شوف عروض المنتجات الرمضانية زي الفيمتو، في فيمتو اللي هو العادي وفيمتو اللي هو الزيرو، ولكن طبعا هو مش نازل عليه عرض، سعره 19 ريال، لسه مش نازل عليه عرض الأسبوع ده 19 ريال. كمان في الشوفان، شوفان من الحاجات الحلوة جدا الناس بتهتم بيها في رمضان، في عرض على شوفان هنا، شوفان هنا اللي هو 900 جرام، 900 جرام نازل من 15.5 ل 12 ريال، من 15.5 ل 12 ريال. شوفان هنا الكويكر انا لسه برضو مش شايف عليه عرض. في عرض حلو جدا على معجون طماطم السعودية، معجون طماطم السعودية نازل الاثنين حبة من 32 ل 23 ريال، 32 ل 23 ريال، عرض حصري لأعضاء باندا بلس، يعني الواحدة ب11.5، وده عرض حلو جدا وكميات كبيرة موجودة، باندا موفرة كميات كبيرة جدا هذا الأسبوع، وعروض قوية لعروض رمضان. في كمان عرض على المناديل اهوت هنا، مناديل اللي هو اكسلانس، اكسلانس 1+1 مجانا، 1+1 مجانا، بدلا من 64 نازل 1+1 ب 39 ريال. كمان في اللي هو نورس، نورس اللي هو 8+1 نازل العبوة ب 18 بدلا من 28، يعني توفير 28 ريال. كمان في برضه عروض على البقوليات هنا حلوة، رصينها وعاملها عاملينها بطريقة حلوة، عدس أحمر 1 كيلو 7.95 ريال، هذا عدس احمر. في كمان حمص، حمص رقم 12 الهند 1 كيلو 8.95 ريال، هذا من عروض على اللحوم حلوة جدا، عروض على اللحوم برضو حلوة. في ريستو بقري مبرد 34 ريال، مفروم بقري برازيلي 27 أو 26 ريال 95 هرده، ومكعبات بقري برازيلي 28 ريال. في لحم عجل مبرد بالعظمة 30 ريال، مفروم عجل مبرد 45 ريال، فخد عجل مبرد بدون عظم 43 ريال، كتف عجل طازج بدون عظم 65 ريال، لحم حاشي طازج بالعظمة 39 ريال، لحم حاشي طازج بالعظم 39 ريال. في برضه هنا ده لحم خروف سويكني بالعظم 58، وفي قطع خروف سويكني طازج 65، كتف خروف سويكني طازج 60، يعني كله ده على لحم الخروف، برضه عروض قوية جدا. عروض البهارات والتوابل، في هنا مسحوق البهارات المشكلة منتج محلي 35 ريال الكيلو، طبعا هنا كلها شركة المهباج. في برضو عرض هنا على الزعتر الأحمر، زعتر أحمر إكسترا 30 ريال الكيلو، زعتر أحمر 30 ريال الكيلو. شوف برضو العروض اللي هي في المهباج، شركة المهباج على المكسرات، في لوز ني امريكي الكيلو ب50، لوز احمر ني الكيلو ب50 ريال، فستق مقشر الكيلو ب90 ريال، فستق مقشر الكيلو ب90 ريال، مسحوق الفستق ب100 ريال. في مكسرات مشكلة محمصة 70 ريال، مكسرات مشكلة مملحة 70 ريال، برضو مكسرات مشكلة مملحة 70 ريال. برضو هنا عروض البقوليات، في اول في هنا حب قرع مصري محمص 25 ريال، 25 ريال الكيلو. في قهوة محمصة ب40 ريال، هيل رقم 3 الكيلو 105، قهوة تركي فاتح وقهوة تركي داكنة الكيلو ب45 ريال. برضو هنا قسم المخبوزات والحلويات، في معمول صغير البر بالتمر او البر الكيلو ب30،
مافن بالفانيليا والشوكولاتة، كيلو بستة ريال خمسة، 6.95 ريال. هل في كروسان ميني سادة 10 قطعة، 8.95 ريال. هل عندها قسم المخبوزات الحلويات في بندا؟ في خبز التورتيلا نزل ب10 ريال، السعر 95. هل في عرض على الكيك؟ في عرض على الكيك، في كيك الكراميل، كيك الكراميل ب43 ريال، وفي كيك الغابة البيضاء ب40 ريال. في كمان هنا عرض على المنتجات الرمضانية، في القمر دين جوافة طبيعي تركي نازل ب8 ريال، وفي قمر دين فراولة طبيعي، يعني في فراولة وفي جوافة، الحجم بتاعه 300 جرام، الحجم بتاعه 300 جرام، هو تركي قمر دين جوافة العبوة 300 جرام 8 ريال، وقمر دين فراولة العبوة برضو 300 ريال ب8 ريال. كمان هنشوف بقى عروض الزيوت، في عرض على زيت نور، زيت نور عبوة ترويجية اللي هما ثلاثة مع بعض نازلين عرض حلو جدا. شوف حاطين السعر فين، ناس واخدة منها اهو، ثلاثة مع بعضهم نازلين من 65.5 ل40 ريال، من 65 ل40 ريال، عبوة ترويجية زي ما احنا شايفين 3 حبات مع بعض. كمان في عرض من عروض الزيوت على النخلتين، على النخلتين زيت نخيل او زيت نباتي، النخلتين شايفين الناس واخده منه هو نازل 1+1 ب18 ريال بدلا من 38 ريال، عرض نصف السعر او 1+1. عروض الزيوت في بند عروض حلوه، يعني العروض القويه جدا في بند هذا الاسبوع، عرض على بسكوت الشاي اللي هو اولكر نازل 2+1 مجانا بدلا من 43.5 نازل 29 ريال، عرض حصري لاعضاء بند بلس. بسكوت الشاي 3+29 بدلا من 43.5. كمان في عرض هنا على حليب انكور، حليب انكور اللي هو 2.25 كيلو نازل من 85 ل67، اللي هو 2.25 كيلو، كميات كبيره زي ما احنا شايفين ما شاء الله. في شبيهه القشطه بوك كمان من العروض القويه اللي نازله، 2+2 مجانا، يعني 4 حبات نازلين من 19.80 ريال ل9.90 ريال، 9.90 ريال. شبيهة القشطة بوك دي حجم الواحدة 160 جرام، حجم الواحدة 160 جرام. والبسكوت ده عرض حلو جدا، التلاتة 28.95 ريال بدلا من 43.5. بسكوت الشاي. عروض الزيوت في بند، في زيت عافية، زيت عافية بالشكل الجديد اللي هو دوار الشمس ده، الحجم بتاعه 2.9 لتر نازل من 45 ل24 ريال او 23.95 ريال. هلا عرض نصف السعر، عرض نصف السعر على زيت عافية دوار شمس حجم 2.9 لتر شكل جديد، لسه شكل جديد. كمان بقى هنشوف برضو العروض اللي نازلة في العربي، العربي زيت نبات العربي للطبخ عبوة مزدوجة 2 مع بعض في 1.5 لتر نازل العرض من 40 ريال ل27 ريال، من 40 ريال ل27 ريال. نفس العرض هتلاقوه في شمس، زيت شمس اللي هو طوار شمس، العبوة برضو نازلة من 40 ريال ل27 ريال، عبوة مزدوجة 1.5 لتر، 2.5 لتر. في كمان زيت على صني، زيت صني كم لتر ده، 4 لتر صني دوار شمس، صني دوار شمس 4 لتر نازل 32 بدلا من 55 ريال.
32 بدلا من 55 ريال. كمان من العروض اللي نازله في زيت حياه العبوه المزدوجه 2 في لتر ونص، نازل عرض من 42، من 42 نازل 22 ريال، اللي هو حياه ده زيت نباتي، زيت نباتي. كمان من العروض اللي نازله في عافيه اللي هو زيت الذره بلس اوميجا 2 لتر و900 نازل ب 30 ريال، 30 ريال اللي هو عافيه 2 لتر و900 ده اللي هو بلس اوميجا. كمان في من العروض اللي نازله في عافيه الحجم الكبير ده 82 ريال بدلا من 120 ريال. كمان في نور اللي هو الكانولا لتر ونص نازل بكام، ولا يمكن محطوط غلط ده، ده زيت جوز الهند محطوطه غلط. في زيت باندا، زيت الكانولا باندا 23 بدلا من 31، 1 لتر و800، 1 لتر و800 23 بدلا من 31 ريال، زيت الكانولا اللي هو باسم شركة باندا. دي كل عروض الزيوت، كل عروض الزيوت اللي هي موجودة في باندا. وبنشوف تاني هو لو لقينا حاجة. دي كل عروض الزيوت يا جماعة في باندا. عروض السمن في باندا، في عرض على سمن نباتي الشوكة والسكينة 900 جرام، نازل العرض من 24 ل 17 ريال، من 24 نازل 17 ريال. كمان في عرض على سمنة، شوف اسمها ايه، ده الاسم بتاعها يا جماعة، انا اول مرة اشوفها بصراحة السمنة دي، ده الاسم بتاعها اهو، سمن بقري. الحجم بتاعها كام؟ الحجم بتاعها حتى مش واضح برضو الحجم. دي نازل عليها عرض، ده سمن العرض نازل من 65 ل 50 ريال، 65 ل 50 ريال على النوع اللي قدامنا ده، يعني حوالي كيلو او 800 جرام، هو مش واضح قوي يعني. دي عروض السمنة. عروض زيت الزيتون، عروض زيت الزيتون في باندا هذا الاسبوع، في عرض على زيت زيتون الباشا، وزيت زيتون الباشا ده خليط من زيت الزيتون، نازل من 50 ريال اللي هو الاتنين حبة ل 25 ريال، يعني الواحدة ب 12 ونص. ده طبعا يعني خليط زي ما احنا قلنا من زيت الزيتون، فطبعا ده بيكون من الانواع اللي هي سعرها بتكون يعني سعرها بيكون رخيص شوية. في النوع ده بقى اللي قدامنا، النوع اللي قدامنا ده زيت زيتون بكر ممتاز معصور على البارد، الاسم بتاعه ده، ده طبعا من الانواع اللي بيكون غاليه. ده 500 مللي نازل من 35 ل 30 ريال، واحنا عاملين فيديو حلو جدا ازاي ان انت تختار افضل نوع زيت زيتون، موجود في القناه، يا ريت الناس كلها تشوفه عشان تعرف النوعيه الحلوه. يعني في زيت زيتون زيتوني، زيت زيتون زيتوني برضو، ده خليط من زيت الزيتون، 1+1 نازل ب 25 بدلا من 54، الحجم بتاعه 500 مللي. في كمان زيت زيتون الجوف، زيت زيتون الجوف العلبه دي 2 لتر، نازل للعرض من 120 ل 95 ريال، من 120 ل 95 ريال. وطبعا الجوف ده من الانواع الحلوه جدا، زيت عضوي ومن الانواع الحلوه جدا، العلبة 2 لتر. في كمان ده زيت زيتون رحمة اللي هو بخاخ 200 مللي، 200 مللي نازل من 25، نازل من 35 ل 23 اللي هو بخاخ ده. دي كل عروض زيت الزيتون. كمان في عرض على زيت زيتون رحمة اللي هو ال 2 لتر، رحمة 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز، نازل من 112 ل 65، ومفيش طبعا كمية منه خالصة، يعني عرض حلو جدا اللي هو ال 2 لتر رحمة 65 بدلا من 112 ريال. دي كل عروض زيت الزيتون. كمان من عروض الأرز يا جماعة، عرض على أرز السفير، أرز السفير اللي هو ال 5 كيلو، ال 5 كيلو نازل ب 38 ريال، 38 بدلا من 48، يعني توفير 10 ريال، توفير 10 ريال، 38 ريال اللي هو أرز السفير 5 كيلو.
في كمان الطائي 10 كيلو، الطائي 10 كيلو نازل، أرز طبعا بسمتي هندي نازل من 93 ل 73 ريال، يعني 20 ريال توفير. أرز الطائي كمان من عروض الأرز يا جماعة، هنشوف كده احنا العروض كلها. أرز أبو كاس اللي هو 10 كيلو نازل من 92، من 92 ل 70 ريال. أرز أبو كاس اللي هو الأخضر ده نازل من 92 ل 70 ريال. كمان العرض القوي جدا أرز العائلة، أرز العائلة اللي هو العنبر ده بسماتي أبيض نازل من 100 ريال 66 ريال، وده عرض حلو جدا وهتلاقوا عليه إقبال كبير جدا، 66 بدلا من 100 ريال. عروض الأرز المصري، العرض الموجود في الأرز المصري على الصنوايط اللي هو 10 كيلو، الصنوايط اللي هو 10 كيلو نازل عرض حلو جدا، نازل 60 بدلا من 83، 60 بدلا من 83، يعني لو هتحسبها 5 كيلو ب 30 ريال، 59 ريال 95 هلله. لو انت اللي هو 5 كيلو من غير عرض هنا ب 43 ريال، 43 ريال، فطبعا العرض حلو جدا اللي هو 10 كيلو ب 60، يعني ال 5 كيلو هنا ب 30 ريال. ده العرض الوحيد اللي هو نازل في الأرز المصري. عروض المكرونة عرض قوي جدا، عرض قوي جدا من أقوى عروض الأسبوع في بندا على مكرونة كويتي الجود، الحبة 400 جرام. شايفين يا جماعة هنا هو كاتبين عرض حصري لأعضاء بندا بلس، الخمس حبات مكرونة الجود الواحدة 400 جرام نازل العرض من 26.25 ل 9 ريال 95 هللة، يعني توفير 16 ريال و30 هللة. احنا صورناه في العسيم في الجولة اللي عملناها في العسيم، الأربعة ب10 ريال، هنا الخمسة ب10 ريال، فعشان كده العرض ده حلو جدا في كل فروع بندا وهايبر بندا هذا الأسبوع. عروض المكرونة في بندا هذا الأسبوع، عرض على مكرونة ميليسا الحبة الواحدة 500 جرام نازل العرض، العرض نازل كام هنا مكتوب 4+2 ب20 ريال، 4+2 ب20 ريال، يعني الستة ب20 ريال بدلا من 33 ريال، الستة ب20 ريال، والتلاتة نازلين من 16.5 ل13 ريال، هما كاتبين هنا نوعين من السعر، السعر ده اللي أفضل، يعني لو خدت ستة ب20 ريال، كل الأنواع منها، في منها الشعرية 26، في منها الشعرية، في منها الخواتم، في منها لسان عصفور، في منها أنواع كتيرة جدا موجودة منها. ده عرض على مكرونة ميليسا في بندا 26 ريال، 4+2 مجانا. كمان من عروض المكرونة في عرض على مكرونة برضو يا جماعة اللي هي مكرونة ميزة كل انواع التلات حبات نازلين بخمسة ريال 95 هلة، 5 ريال 95 هلة بدلا من 7.5، الواحدة 400 جرام مكرونة ميزة، في لسان عصفور زي ما احنا شايفين، في اللي هي القلم، في الاسباكيتي برضو، وفي طبعا اللي هي مموجة دي برضو التلات حبات 5 ريال 95 هلة. عروض ورق العنب المعلب في بندا، في عرض على فودز ده 1 كيلو نازل من 26 ل18 ريال، من 26 نازل 18. كمان في اللي هو فيكتوريا 908 جرام نازل 19 بدلا من 25. كمان في من العروض اللي نازلة العرض القوي جدا اللي هو جودي 1+1 960 جرام نازل من 54 ل27 ريال، الاثنين ب27 ريال، يعني الواحد ب13.5، عرض حلو جدا على ورق العنب المعلب. في كمان ورق العنب اللي هو محشي جاهز بالارز، الاثنين كيلو نازل من 46 ل40 ريال، من 46 ل40 ريال، اللي هو فيكتوريا 2 كيلو. دي طبعا كل العروض اللي هي في ورق العنب اللي هو المعلب في بندا.
عروض البقوليات في باندا، البقوليات في شركة تاك تات عاملة عروض حلوة، في عرض هنا على عدس أخضر تاك تات 2 كيلو، 2 كيلو نازل 23 ريال بدلا من 30 ريال، 23 ريال بدلا من 30 ريال عدس أخضر تاك تات. في كمان حمص 2 كيلو برضو نازل من 26 ل 23 ريال، حمص هندي مجروش اللي هو تاك تات. في كمان سميد تاك تات 2 كيلو برضو نازل من 35 ل 23 ريال، سميد برضو سميد ناعم. في كمان هنا برضو مسحوق جوز الهند، مسحوق جوز الهند اللي هو المبشور نازل من كام، من 33، ده 1 كيلو من 33 نازل 23 ريال مسحوق جوز الهند. تاك تات برضو عروض على البقوليات، تاك تات اللي هي 2 كيلو كل الانواع اللي نازله، نازله ب 23 ريال، عدس اخضر، سميد، حمص، مسحوق جوز الهند ده كيلو، كيلو واحد فقط. كمان في عرض على ليمون مجفف، ليمون مجفف لومي حب مجدي، الكيس ده 200 جرام يا جماعه، نازل عرض من عروض ال 10 ريال بدلا من 15 ريال نازل 10 ريال ونص، 10 ريال 45. هذا لا ليمون مجفف مجدي، ليمون مجفف مجدي، الناس طبعا بتحب الحاجات دي في زي التوابل كده في الكبسه يعني، ليمون مجفف مجدي 10 ريال 45 هلله بدلا من 14 ريال 95 هلله، الحجم بتاعه 200 جرام، الحجم بتاعه 200 جرام. عروض الهيل في باندا، هيل الجميل، هيل اخضر الجميل 250 جرام نازل من 43 ل 33 ريال، من 43 نازل 33 ريال. في كمان هيل زينه اللي هو الاخضر نازل النص كيلو او ال 500 جرام من 78 ل 60 ريال، من 78 ل 60 ريال. في كمان عافيه حب الهيل، حب كامل عافيه 500 جرام او نص كيلو نازل من 90 ل 65 ريال، نازل من 90 ل 65 ريال. دي عروض الهيل في باندا. كمان في هنا هيل حب وسط، هيل حب وسط مجدي 75 جرام نازل من 30 ل 21 ريال، من 30 ل 21 ريال. في كمان برضو هنا هيل حب اكسترا برضو مجدي 80 جرام نازل من 30 ل 21 ريال، اللي هي الاكياس دي. دي طبعا كل عروض الهيل في باندا هذا الاسبوع. عروض مرقه الدجاج، في مرقه الدجاج الوها، مرقه الدجاج الوها العبوه طبعا 24 مكعب في 20 جرام، المكعب ال 21 جرام نزل العرض من 16 ريال ل 10 ريال، عروض ال 10 ريال في باندا هذا الاسبوع مرقه الدجاج الوها. كمان هي صناعه سعوديه، صناعه سعوديه. دي عروض مرقه الدجاج في باندا هذا الاسبوع. كمان في عرض على طحينه الجميل، ولكن ده الحجم العائلي اللي هو 3 كيلو، 3 كيلو ده حجم عائلي نازل بدلا من 85 نازل 60 ريال، يعني توفير 25 ريال، اللي هي طحينه الجميل 3 كيلو. في كمان هنا حمص، حمص بالطحينه السعوديه العبوه 4 في 135 جرام، اربع حبات يعني، نازل العرض من 17 ريال ل 14 ريال، ده حمص بالطحينه. وطحينه باندا اللي هي 500 جرام نازل العرض من نازل العرض من 22 ل 13 ريال. دي عروض الطحينه في باندا. عروض الخل وعروض الخمسة ريال في باندا، في خل باندا، خل باندا 473 ملي نازل لاتنين حبة من 6 ريال لخمسة ريال، أو من 5 ريال وتسعين هللة لأربعة ريال 95 هللة، الاتنين حبة خل طبيعي باندا. في كمان جودي
جودي نازل برضو اللي هو نفس الحجم 473 ملي، 2 زائد 1 مجانا، بدلا من 9 ريال نازل 5 ريال 95 هلل، 5 ريال 95 هلل. ده عروض الخل الطبيعي في باندا. كمان في عرض على برضو خل التفاح رنا 474 ملي، نازل الحبة الواحدة بدلا من 6.5 نازل 4.5 ريال. خل التفاح اللي هو رنا، خل تفاح رنا من 6.5 نازل 4.5، يعني توفير 2 ريال في خل التفاح. كمان من عروض الخل في باندا في خل ابيض رنا، خل صناعي 3 لتر و800، نزل من 17 ريال لتسعة ريال 95 هللة. ده عروض التسعة ريال خل، ولكن نخلي بالنا ده خل صناعي يا جماعة، انا دايما بفضل الخل الطبيعي. ده نازل من 17 لعشرة ريال، عروض العشرة ريال على خل رنا حجم عائلي 3 لتر و800. عروض معجون الطماطم او الصلصة في باندا، عرض قوي جدا على معجون طماطم لونة، معجون طماطم لونة نازل 2 زائد 1 مجانا، بدلا من 41 85 هللة نازل 25 ريال، 25 ريال اللي هو التلاتة، يعني الواحدة بتمانية ريال وشوية، يعني 8 ريال و30 هللة حاجة زي كده، 25 بدلا من 42. معجون طماطم لونة كمان في عرض حلو جدا على معجون طماطم باندا، عروض العشرة ريال. معجون طماطم باندا نفس الحجم 8 حبات في 135 جرام، نازل من 13 ريال ل 10 ريال. ده معجون طماطم باندا. كمان العرض القوي جدا اللي هو عرض معجون طماطم السعودية، الاتنين حبة نازلين من 32 ل 23 ريال، من 32 ل 23 ريال. كمان في معجون طماطم الراقي، معجون طماطم الراقي العلبة دي 650 جرام، نازل من 11 ريال ل 8 ريال، من 11 ريال نازل 8 ريال. دي عروض معجون الطماطم. في عرض على صلصة البيتزا، صلصة البيتزا اللي هي بيدر 473 ملي، نزل العرض من 13 ريال ل 9 ريال او 8 ريال 95 هلل، برضو دي عروض ال 10 ريال يا جماعة، هو اقل من 10 ريال. دي صلصة البيتزا شركة بيدر 473 ملي، من 13 نازلة 9 ريال. كمان من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على خلطات الوليمة، اللي هي خلطة البخاري وخلطة البرياني وخلطة المندي وخلطة الكبسة، الواحدة 300 جرام، نازل عليها عرض 1 زائد 1 مجانا، بدلا من 36 نازل 18 ريال. خلطات الوليمة ده من اقوى العروض الموجودة هذا الاسبوع. عروض الكاتشب في باندا، في اللي هو هاينز 910 نازل من 27 ل 17 ريال، من 27 نازل 17 ريال، اللي هو هاينز الوزن بتاعه 910 جرام. في عرض حلو جدا على تيفاني، تيفاني اللي هي العبوة 3 مع بعض في 500، نازل العرض بدلا من 24، بدلا من 24 نازل 20 ريال، 24 نازل 20 ريال. كمان في بيدر، بيدر اللي هو الاتنين كيلو نازل ب15 ريال، 15 ريال. في الخمسة كيلو نازل ب25 ريال، بيدر برضو اللي هو 5 كيلو، يعني الاتنين كيلو نازل ب15 والخمسة كيلو نازل ب25 ريال. عروض الطحين او الدقيق في باندا يا جماعه، عرض على طحين الاولى، الطحين الاولى اللي هو الخمسة كيلو نازل من 15 ل 8 ريال 95 هللة او 9 ريال، نازل الكيس 5 كيلو طحين الاولى 9 ريال بدلا من 15 ريال. كمان في من عروض الطحين في اللي هو قمحتي، قمحتي الثلاث حبات يعني 3 كيلو نازل من 15 ل 12 ريال قمحاطي. كمان في من عروض الطحين في اللي هو طحين الكويتي، طحين الكويتي 3 برضو نازلين من 16.5 ل 12 ريال او 11 ريال و90 هلل،
3 حبات يعني 3 كيلو. دي عروض الطحين في بند هذا الأسبوع.